حاضر. الحكومة كمان وافقت على تعديلات قانون الجمارك بشأن السلع المستوردة، وده كان تصريح للدكتور عمرو الجرحي وزير المالية، اللي قال ان اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل امبارح برضو كان وافق الحقيقة على تعديلات قانون الجمارك في المادة 98 و130 مكرر بشأن السلع المستوردة بغرض تصنيعها من اجل اضافة مستلزمات التعبئة والتصنيع. اضاف الوزير في مؤتمر صحفي امبارح برضو الاربع في مجلس الوزراء انه طالب المصانع وطلب جميع المصانع ان هم يحطوا ضمان نقدي او بنكي فضلا عن مد اجل الفتره الزمنيه للتصنيع واعاده تسليمها بمختلف المناطق لامكانيه تصنيعها وتصديرها لعامين بدل سنه واحده. دي كانت ابرز يعني تصريحات او القوانين اللي هنا كان في قانون وهنا تعديل قانون وافق عليه مجلس الوزراء امبارح في الاجتماع الاسبوعي ليه اللي بيكون كل يوم اربع. في بقى تصريح. طيب معانا تليفون، معانا السفير أشرف السلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير. أهلا بسيادتك. طيب سيادة السفير، امبارح كان في اجتماع مجلس الوزراء، يا ريت تكلمنا كده في المجمل عن هذا الاجتماع في الأول، تفضل. الاجتماع اللي تم امس الاسبوعي لمجلس الوزراء الحقيقه كان فيه عدد من القرارات المهمه، منها ما هو يتعلق بتنميه منطقه جنوب الصعيد، ومنها ما هو يتعلق بتنظيم الدوائر في مصر، ومنها ما يتعلق بتشريعات لبعض قانون تعديل بعض مواد قانون الجمارك، وايضا منها ما يتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقه. لانه امبارح ضمن القرارات التي صدرت كان في قرار بانشاء هيئه عليا لتنميه جنوب صعيد مصر. هذه الهيئه تتبع مباشره رئيس مجلس الوزراء، وبتهدف الى ان يكون هناك اسراع في خطط التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لاقليم جنوب الصعيد. تمام. سيادة السفير، خليني أنتقل شوية برضو لقانون الإعاقة أو قانون متحدي الإعاقة اللي توافق عليه امبارح. الموافقة يا فندم على القانون ده في التوقيت الحالي برضو في سياق إعلان سيد الرئيس أن ده عام متحدي الإعاقة وعام ذوي الإعاقة، ماذا تعني الموافقة في هذا التوقيت؟ الحقيقة الموافقة بتعكس اهتمام الدولة المستمر بهذا الموضوع، ملف مهم جدا، والقانون بينشأ بموجبه مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وده الحقيقة مجلس يعني بيتولى تنظيم كافة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلاله يتم وضع سياسات وبرامج بحيث ان هؤلاء الاشخاص يحظوا بنصيبهم من الرعايه والاهتمام في المجتمع، لهم حقوق ولهم يعني اوضاع معينه يجب انها يتم معالجتها بشكل جيد. تمام. وده هيكون اختصاصات المجلس ان شاء الله عند انشاء بإذن الله. بالنسبة يا فندم، حضرتك برضو ذكرت نقطة مهمة جدا نقشت في اجتماع أمس وهي تنمية جنوب الصعيد، يعني هي برضو بتعتبر من التحديات، والجميع هنا بيعتبر تنمية الصعيد من التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية تحديدا في هذا التوقيت. أكيد عندنا بشرى لأهالي الصعيد الفترة اللي جاية بما أنها نقشت في مجلس الوزراء أمس، تفضل سيادة السفير. بالتاكيد احنا بنقول ان ده كان توجه اساسي وثابت للحكومه منذ البدايه، ويمكن احنا لاحظنا ان كان في اكثر من مشروعات تنمويه في مناطق كثيره في الصعيد، مستشفيات ومدارس ومحطات معالجه مياه وطرق وخلافه، ولكن الهدف دلوقتي ان يكون مساله تنميه الصعيد انها تتم في اطار مؤسسي. طبعا نعلم ان كل محافظه في الصعيد لها طبيعتها ولها احتياجاتها الخاصه، وهذا امر يجب مراعاته. يجب ان يكون هناك من يعمل لجذب الاستثمار في الصعيد، ان يكون هناك مشروعات متناسبه مع البيئه، متناسبه مع طبيعه العائد، مع طبيعه الانشطه الاقتصاديه اللي في المنطقه. وطبعا ده هيتم من خلال المحافظات والوزارات كلها، بحيث انه يعني يكون في نوع من التركيز لكل محافظه وفق احتياجاتها التنمويه. تمام.
يعني اكيد هنشوف محافظات صعيد مصر بشكل افضل الفتره اللي جايه، ودايما يعني سامعين فيها عن اخبار تنمويه، لان كانت شكواهم دايما يا فندم ان الماده الخام موجوده والقوى البشريه موجوده، بس ما فيش توجيه او ما فيش رعايه من الدوله، وفي نفس الوقت برضو ما فيش حد بيقول لهم المشاريع هنعمل كذا مش هنعمل كذا، استغلال هذه الموارد مما طبعا يحقق انتعاش اقتصادي. بالتأكيد ده هيبقى ده دور الهيئة اللي هتقوم بيه، انها تحدد المشروعات، وطبعا زي ما انا قلت انه مع مراعاة كل محافظة تبعتها طبيعة العائد الموارد الاقتصادية الموجودة فيها، بحيث انه يتم تعظيم الاستفادة من المشروعات دي. أكيد يا فندم. طيب أيضا من النقاط الهامة التي نوقشت أمس سيادة السفير التصريح اللي قاله دكتور عمرو الجرحي وزير المالية في موضوع تعديل قانون الجمارك، فتعقيب حضرتك إيه فندم، وإيه الفرق اللي هنحس بيه يعني أو هيحسوا بيه الفترة اللي جاية؟ هو الحقيقة التعديل شمل يعني تعديل على مادتين، أيوة المادة 98 و130 ومادة مكرر. 130 مكرر بالضبط. هو المادة 98 متعلقة بنظام السماح المؤقت، وهو تم إضافة بند السلع والخدمات إلى نص المادة بحيث إنها تبقى أشم يعني أعمل وأشمل. ده فضلا عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام إلا بعد موافقة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم. هنا بس تم تعديل مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة يجوز مدها لأخرى لا تتجاوز سنة أخرى، وذلك بدلا من سنتين في الماضي. تمام. طبعا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخلة وإيضاح ما تم في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء. شكرا جزيلا سفير أشرف سلطان متحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. ده كان ملخص اللي حصل امبارح يا جماعة في مجلس الوزراء والاجتماع والنقاط اللي تمت مناقشتها امبارح، طبعا كلها موضوعات غاية في الأهمية، أبرزها زي ما سمعنا من سيادة السفير تنمية جنوب الصعيد.